انضميت للنادي الاهلي سنه 81، كان تحت 17 سنه، وكنت جاي من نادي اسمه العاملين المدربين بوزاره الانتاج الحربي، وكان بيدربني كابتن حارث هيكل، فشافوني مسؤول قطاع الناشئين في النادي الاهلي هنا وجابوني، وبدات رحلتي مع النادي الاهلي بتاع 17 سنه سنه 81، وكنا مجموعه كويسه جدا، كنا بناخد بطولات الناشئين، وطلع خمس لعيبه من الجيل دوت للدرجه الاولى سنه 83، كان هاني عبد المنعم وهشام عبد المنعم وسيد صابر واحمد اسماعيل ومحمود فوزي الله يرحمه. كملنا عناصرنا، العناصر دي كملت عناصر الدرجه الاولى مع كابتن محمود احمد علي، وكوننا فريق جامد جدا في النادي الاهلي. استطعنا ان احنا ناخد 2 كاس، وكنا اول جيل ياخد بطوله الدوري العام في النادي الاهلي في كره السله سنه 88 87 تحت قياده الله يرحمه كابتن طلع الجنيه. واستمرينا بقى موجودين في النادي، لعبت درجه اولى من سنه 82 لغايه سنه 92، اعتزلت سنه 92. المشوار ده خدنا في خلاله 1 دوري و2 كاس زي ما قلت لك، وكنت لاعب في منتخب مصر، كسبنا 3 بطولة عرب و2 بطولة افريقيا، وكنت ضمن الفريق اخر فريق لعب ومثل مصر في الاولمبياد، في اولمبياد سول، بعدها ما وصلناش للاولمبياد ولعبنا كاس عالم سنه 90. سنه 92 بطلت وبدات ادرب وتخصصت في فرق البنات. اول ما بدات كان فرقه 14 سنه، قعدت 4 سنين في فرق مراحل الناشئين، الحمد لله كنت في 4 سنين خدت البطولات كلها مع الفرق. بعد كده ترشحت ان ابقى مدرب مع كابتن طارق غنام لفريق الدرجه الاولى، كان جيل ذهبي في الجيل دوت البنات، لحبيب غنام وسوها فكري وعادل غني عادل وياسمين عزت وريهام صلاح ونيفين عقل. الفرقه دي كانت الفرقه الوحيده في تاريخ النادي الاهلي خدت بطوله عربيه في لبنان سنه 96. ومن ساعتها بقى مستمر. بعد المرحله ديت رحت درست، خدت درس التدريب في لايبزيج في المانيا، جامعه لايبزيج في المانيا، خدت فيها ماجستير او دبلومه في التربيه الرياضيه ومع تخصص كره السله. بعد كده رجعت بقيت انا المدير الفني للبنات في النادي الاهلي، قعدت حوالي 7 سنين، خدنا فيهم 5 دوري و4 كاس. وبعد كده سافرت للخليج، اشتغلت في حوالي 4 5 سنين، وبعد كده رجعت تاني، رجعت مدير فني للبنات تاني فتره. وبعد كده كان في الرجال، كان موسم بيعدي عامل نتائج مش كويسه، فدخلت مسكت فريق الرجال مدير فني في نص الموسم، انقذتهم من وضع صعب جدا وحطيتهم في المركز الخامس، ورجعت تاني للبنات. وكان اخر حاجه مدير قطاع الناشئين والناشئات، كان اول مره حد يمسك تايتل مدير قطاع الناشئين والناشئات، قعدنا فيه 3 سنين، والسنه دي انا مدير قطاع مدير فني قطاع 3 على 3 سنين. كلنا النادي الاهلي اللي عمل اسامينا وعمل مستقبلنا وعمل بيوتنا، لو ما كناش جوه النادي الاهلي كنا زي اي حد بره في الشارع، فاحنا كلنا بنضيف الفضل للنادي الاهلي. النادي الاهلي ده بيتنا وتربينا فيه وبندافع عنه سواء جوه النادي ولا بره النادي لغايه اخر نفس.